اكتر من لاعب هيعملوا تبديلات الاوقات اللي جايه. استلام من اسلام الشاطر يعدي بيها يا ولد يا لعيب ويمشي ويقرب من احمد السيد، واحد والتاني خطيره انما تطول من اسلام، واول محاوله هجوميه كده طبعا اللعيبه هتكون حنينه على بعض، انما نشوف اسامه حسني كتير بيقابلوا شريف عبد المنعم ومحمد يوسف يلعبها لزيكو، زكريا ناصف تمريره مقطوعه اسلام الشاطر الى شريف عبد المنعم عاوز يعملها بوش رجله، بلال يقطع وليد يا ولد خطيره انما برافو يا طارق يا سليمان، برافو يا طارق، اول هجمه شرسه حسني بوش رجله للفريق الاحمر، مازال الاحمر هو اللي بيهاجم، طارق سليمان هو اللي هيبدا الهجمه، طارق ماشي ومعدي، طارق سليمان خطير، خالد بيبو جول جول جول، خالد بيبو الهدف الاول، الازرق يتقدم على الاحمر بعد اقل من 3 دقائق، ادي الجماهير على طول تتفاعل مع خالد بيبو، 1-0 رغم ان الفريق الاحمر هو اللي هاجم، ملعب هشام موجود، ادي وليد خطير خطير، هيدي ايه سمير محمود عثمان، يدي ركله جزاء لصالح الملعب الكبير الفريق الاحمر، المساحات كلها صغيره، ادي احمد بلال استلم بلال الى وليد صلاح، عاملين منطقه دفاعيه بشكل كويس اسلام الشاطر وشريف عبد المنعم وهشام، يقطع هشام حنف، هشام عاوز يلعب لخالد بيبو انما يطلع ويقراها كويس قوي، برافو يا احمد يا فوزي الى اسامه حسني، 4-1 اسامه، زكريا بلال، زكريا ناصف، خطيره مش ممكن الرجل الخارجي انما يقراها كويس قوي، هشام حنفي ياخدها تاني اسامه حسني يا ولد لبلال لاسامه، يا سلام على الروقان اسامه حسني، انما محمد عمار سليمان يمسكها، نشوفها ان شاء الله في المباراه الاستعراضيه اللي قدامنا، اللي بفكر حضراتكم مجلس اداره النادي الاهلي احتفالاته بنصر اكتوبر النهارده في الصاله المغطاه في النادي الاهلي بالجزيره، يا ولد يا لعيب جول جول جول، شادي محمد مع اسلام الشاطر، ثنائيه للازرق عن طريق خالد بيبو وبعدين اسلام الشاطر، 2-0، بقول لحضراتكم مباراه حلوه، الجماهير اللي موجوده متمتعه بالاداء، معتز اينو، اسامه حسني خطيره، ممكن اسامه يرجع بيها لوليد، يا ولد يا لعيب، انما هشام حنفي يطلعها، يا ولد يا هشام يطلع من تحت الارض ويحل المشكله الدفاعيه لفرقته، انما هجمات في منتهى الخطوره لتشكيله نجوم الاحمر، ولغايه دلوقتي التوفيق من نصيب طارق سليمان وزمايله اللي محافظين تماما على النتيجه، الجونين اللي جابوهم خالد بيبو واسلام الشاطر، معتز باللاقينه، وليد صلاح الدين لاسامه حسني، انما تخبط في اسامه، شادي محمد يحلق عليها وتاخر شويه، محمد يوسف يلحق قبل ما تطلع بره الى تماس، ولكن تروح لطارق سليمان، طارق سليمان ما شاء الله، طارق سليمان محافظ على الستايل بتاعه، والراجل تحس ان هو ممكن يلعب دلوقتي، طارق سليمان 48 سنه حارس مرمى النادي الاهلي لغايه بدايه التسعينات، 10 سنين مع نادي المقاولين العرب ثم مدرب حراس الاهلي لاكثر من 10 مواسم، وليد صلاح خطيره انما في تشكيله النادي الاهلي كان واحد من اللعيبه المهمين جدا في الوقت دوت، زكريا ناصف، ياسر ريان يقطعها، ياسر بيكمل بقى المسيره بتاعته احمد ياسر ريان المعار للدوري التركي دلوقتي، نتمنى له كل التوفيق، عادل مصطفى من جديد، عادل عادل حطها في سن الجزمه، زكريا ناصف هناك فاتح له في الجنب الشمال، اينو واقف على الايمن البعيد انما صعب قوي، وقلنا المساحات ضيقه، محمد عماره، زكريا خطير، طارق سليمان كالعاده هو اللي يحل كل المشاكل، الانطلاقه العادل، محمد عماره الى عادل مصطفى، زكريا ناصف هجمه 4 لعيبه ارتد 4 ازرق معاهم، يا ولد شريف عبد الفضيل يقراها كويس قوي، خد معتز اينو وطالع لقدام، اسلام الشاطر بكعبه يا ولد يا لعيب خطيره، انما احمد فوزي يحل على طول، وحل حلوه مصر اكتوبر المجيد، مجلس اداره النادي الاهلي واحده من واجباته الوطنيه اللي بيأديها على اكمل وجه، ادي خالد بيبو بكعب رجله انما مقطوعه تاني، معتز اينو، ياسر ريان، بقى في لعب حلو قوي وشغل في الملعب، خالد بيبو خطيره خطير لشريف عبد الفضيل لسه، انما القايم كان هيبقى 3 لصالح الازرق، انما القايم يقف مع عبد الفضيل، احمد فوزي صديق بيطلب منه الكوره يقطعها اسامه حسني، برافو يا ولد يا لعيب، احمد السيد تاني قصيره لاسامه، لاحمد السيد على شماله خطير شريف عبد الفضيل وشادي محمد، ياسر ريان اماميه، صديق ممكن الثالث ممكن الثالث، بقى ده اسمه كلام كان جه مع علي ماهر كده في فتره التسعينات، طارق سليمان
كالعاده تسديده جامده من عادل مصطفى، ولكن طارق قافل الزاويه حلو قوي، جامده خطيره، جول جول جول. يعني كل الكرات الصعبه قدر طارق سليمان وكره طايشه يسجل منها الاحمر. الكرات الصعبه الهدف الاول اللي جه بيها بلال ووليد صلاح الدين واسامه حسني ومعاهم عادل مصطفى، ولكن كوره عدت كده من فوق طارق بعد ما كان قافل الزاويه القريبه. خالد بيبو يا ولد بصباع رجله الكبير، شريف عبد الفضيل والله زمان يا شريف، الدوري الممتاز بعد رحيله من النادي الاهلي كانت اكتر محطه ليه مع حرس الحدود وبتروجيت، بتكلم على احمد فوزي. اسامه حسني خطير، بلال بلال بكعب رجل اسامه، خمسه على خمسه، عاوز يحطها كده في اكتوبر المجيد. الازرق والاحمر، تسديده جامده من عادل مصطفى، رجعنا لكم مره ثانيه ومقدمين لغايه الشوط الثاني مباراه مستمتع بيها الحضور هنا في الصاله المغطاه. خالد بيبو، خالد بيبو يا ولد يا لعيب بسن الجزمه، جول يا بيبو 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 بيبو. 4-1، نتيجه ثقيله، نتيجه ثقيله. الازرق على الاحمر، خالد بيبو جونين، اسلام الشاطر جون، وحسين شكري، والناحيه الثانيه احمد بلال. يبقى 4-1، تقلت النتيجه على بلال وزكريا ناصف وعماره، يلعبها لزكريا ناصف، احمد بلال حلوه الهبه، كابتن محمود الخطيب في المرمى. ممكن واحد يقول لك يمكن ارجع العب تاني ولا حاجه، كابتن الخطيب موجود طبعا، لعيبه كلها ليها تاريخ كبير. احمد السيد الى زكريا ناصف، زكريا، ياسر ريان ويوسف قافلين عليه، انما عاليه عاليه من بلال، تخبط وهي عاوزه لعيبه ايه وياخد معاها ليل نهار بتلعب كوره. محمد يوسف، خالد بيبو، يوسف خطير، انما يا ولد لعيبه عاوزين قرار بركله جزاء. خالد بيبو، شادي محمد بكعب رجله، عبد الفضيل، احمد فوزي، كانت جمله حلوه يا ولد يا لعيب. 3-4 نقلات، تيكي تاكا على طريقه الازرق اللي عملوها لغايه مرمى احمد فوزي. صديق، خالد بيبو لصديق يا ولد بكعبه، جول خامس، جول جول جول. وليد صلاح الدين يا ولد يا وليد، وليد وليد بتاع زمان، امير الموهوبين، امير الموهوبين وليد صلاح الدين يا ولد يا وليد. وهي جايه له، عارف هيعمل ايه وهي جايه له في السكه، واخد القرار. 4-6 جوان لغايه دلوقتي. ولسه كنت بقول لحضراتكم ان لعيبه النادي الاهلي بيقدموا مباراه شكلها حلو يا ولد. تاني وليد وبعدين اسامه حسني، 4-3، اسامه حسني يكمل كده ويقرب النتيجه عشان يبقى فارق جون بعد ما تألق وليد صلاح الدين سواء بالجون اللي جابه او التمريره اللي عملها بل خلصانة بالشياكه يا اسامه يسجل الهدف الثالث. يبقى 4-3، 4 للازرق وثلاث تجوان اسامه حسني وليد صلاح الدين وبلال للاحمر لغايه دلوقتي. وقلت الاربع تجوان بتوع الازرق منهم ثنائيه البيبو اللي معاه الكوره يا عبد الحميد يخطفها، خالد بيبو تتلعب تاني خطيره. اسلام الشاطر يا ولد يا ولد يا لعيب يا اسلام يا شاطر، كده 6-3، كانوا مغلطيننا في جون لعيبه الازرق. ادي اسلام الشاطر جونين، خالد بيبو جاب جون، حسين شكري كان سجل هدف، شادي واحد من السته او من الست جوان اللي جابوهم الازرق لشادي محمد، هو اللي كان واقع مننا. ادي جميله يا ولد يا ولد يا ولد يا هشام يا حنفي، تمريره حلوه من حسين شكري عشان يبقى 7 للازرق 3 للاحمر اللي قلنا قربوا النتيجه، ولكن اتسع الفارق مره ثانيه. استلم اسامه حسني يرجعها ثاني لزكريا ناصف اللي راح له على جنب عند وليد، عاوز يلف بيه شادي محمد، وتسديده يا ولد يا لعيب. ادي الجون الرابع، 7-4. الجون الرابع، زكريا ناصف دلوقتي اللي ممسوك من احمد صديق، فعلا يفك صديق، زكريا، جول يا زكريا، جول لزيكو، زكريا ناصف يقرب النتيجه مره تاني. وادي خماسيه سجلوها الاحمر، 7-5، وتسديده هشام صافي، والله زمان يا هشام، والله زمان يا هشام. وليد صلاح الدين مرة تانية من جديد، وليد إلى زكريا، يا سلام على الجملة، يا سلام على الجون، يا سلام عليك يا زكريا، يا سلام يا بلال. وهجمة ثلاثي أضواء ال 18 في اللعبة اللي فاتت، زكريا ووليد وبلال يسجلوا ويقربوا النتيجة. بالنادي الأهلي بالجزيرة بتستضيف المباراة اللي كنا بنتابعها مع حضراتكم ضمن احتفالات النادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته
بنصر اكتوبر المجيد. ان شاء الله تكون مصر دائما وابدا في اعياد. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. اتمتعنا النهارده في وجود ايضا مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب اللي موجود في مقصوره الصاله المغطاه، واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي السيد العمري فاروق، المهندس خالد مرتجي،